السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمام السور المدينة القديمة في سلا. طبعا كل مدينة تقريبا فيها مدينة قديمة اللي هي كانت أصل المدينة نفسها يعني. المدينة القديمة عادة تكون يعني محوطة بسور. قديما يعني كان السور من أجل الحماية يعني. الآن يعني الأوضاع الأمنية الحمد لله كويسة، لكن لا زال السور قائم في كل مدينة قديمة، يبقى السور كتراث للمدينة نفسها. طبعا أمام المدينة القديمة في حديقة كبيرة ما شاء الله. طبعا صومعة حسان اللي ظاهرة أمامنا هناك، أشجار داخل السور، في منازل قديمة وأسواق شعبية مزدحمة. طبعا عشان كذا ما استطعت أصور كثير يعني داخل. أسواق شعبية يعني فيها منتجات شعبية ومنتجات وبضائع عادية، لكن أغلبها منازل قديمة. في أكتوبر عام 1914 تم تصنيف المدينة القديمة لسلا كمعلم تاريخي. طبعا السور كبير ما شاء الله، الامتداد الشارع. جلسات الناس تجلس والأطفال يلعبوا. جلسات حلوة صراحة. وهذا التراموي طبعا شيء جميل، انه التراموي حتى بيستخدموه في الاعلانات يعني. وسيلة اعلانية جميلة ومبتكرة. صوتي متغير اليوم، حلقي شوية مع تغير الاجواء، فالمعذرة يعني. هذا سور المدينة القديمة. طبعا من الداخل كبيرة ما شاء الله، كبيرة جدا كبيرة، لكن كلها بيوت يعني شعبية وقديمة، أغلبها أسواق. طبعا لا زال الناس ساكنين أيضا يعني. هذه المدينة القديمة، والناس تلعب رياضة، والناس تلعب كورة، والناس جالسة. طبعا عند المدينة القديمة عندها عدة بوابات، ما
ندخل الآن داخل المدينة. تتكون المدينة القديمة طبعا من عدة أبواب، يعني حوالين السور طبعا، كل باب بيسموه باسم يعني متعارف عليه، في باب شعفة، باب سبتة، باب الخميس، باب المريسة، وباب الملاح، وعدة أبواب أخرى. طبعا مثل ما ذكرت هي عبارة عن بيوت قديمة وبيوت شعبية ومحلات. هذا السور، هذه التغطية حقت اليوم، وإن شاء الله ألقاكم في تغطية أخرى بإذن الله. بارك الله فيكم.